بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. ثم أما بعد، فيما يخص المصيبة الكبرى التي وقع فيها عادل الميلودي، هي من خلال منبر إعلامي مغربي، تلفزيون، محطة تلفزيونية إعلامية، صرح عدة تصريحات، تصريحات لا قيمة لها، لكن هناك بعض التصريحات تعتبر جريمة من الناحية القانونية. الجريمة الأولى أنه يصرح للناس، للعالم، أنه يتناول المخدرات. طيب، الجريمة الثانية والتي هي أخطر، أنه صرح بأنه يضرب زوجته ضربا مبرحا، ليست مرة واحدة بل مرات متكررة، ويصف هذا الضرب، يزرق لها عينها، يهرس لها الحنك ديالها، يدقدقها في رجها، يقتلها كاع، والبوليس مش شغلكم فيها. هذا تصريح خطير. وأخطر منه أنه يحرض الرجال على ضرب النساء، ويقول باللسان الواضح لما كيضربش مرته ماشي راجل. هذا التصريح في قناة تلفزيونية التقطته بعض القنوات العالمية في أوروبا وفي غير أوروبا، وبعض المواقع وبعض الجرائد الدولية الكبرى التي ركبت على هذا التصريح الطائش من هذا المغني الطائش، فجعلت منه قضية. هذه القضية معناها أن هذه المملكة المغربية التي تدعي أن لها مدونة أسرة، وأنها قطعت أشواطا في تحرير المرأة، وأن لها ترسانة قوية في العناية بالنساء وبالأطفال وبكذا وكذا، هذا مجرد حبر على ورق. والدليل، انظروا إلى مغني مشهور يقول يضرب زوجته أنا الليل وأطراف النهار ومشي شغل حتى شي واحد، ويحرض الرجال على ضرب النساء. فانتقلنا من تصريح طائش من مغني يقتات على لغة الصرف الصحي، من مغني الكباريات والبيران والعهر، انتقلنا من هذا المستوى إلى مستوى آخر، مستوى إعلام عالمي يركب على هذه القضية ليطعن المملكة المغربية في سيادتها، في وليتهمها بأنها تعيش حياة انفصام، قوانين شيء والحياة اليومية للمغاربة شيء آخر. هذا الأمر بدون شك أزعج الدولة المغربية أيما إزعاج، والدليل أن الموضوع وصل إلى قناة الأخبار في القناة الثانية. القناة الثانية نشرت الموضوع، وجاءت بصحافي مرموق جمال براوي، الذي أحيي من هذا المنبر، والذي أدب عادل الميلودي تأديبا ووصفه بما ينبغي أن يوصف هذا المغني الساقط. فإذا المسألة أصبحت قضية وطنية، وأنا أضم صوتي من هذا المنبر وأطالب النيابة العامة والقضاء المغربي للتدخل فورا، ولاستدعاء هذا المغني فورا، وللتحقيق معه فورا، ولمحاكمته فورا، فإن المسألة تجاوزت عادل الميلودي إلى إهانة النساء المغربيات وإهانة كل امرأة مغربية، ولا سيما أنه صرح في موضع آخر أنه زنى بأكثر من 80% من المغربيات. فكيف يبقى هذا الرجل هكذا مطلق على أربعة على عواهنه، يقول وفي الإعلام. لذلك أناشد القضاء المغربي أن يتدخل فورا ليضع حدا لهذه التصريحات الطائشة، هو ومن يؤيده. وأشير هنا إلى رجل آخر، وهو عبد الواحد الطرواطي أو الطراوطي، الملقب بكولومبو المغرب أو المحقق كولومبو في مدينة مكناس. هذا الرجل يؤيد عادل الميلودي تأييدا تاما، بل ويعلمه كيف يستشهد، ويأتي بقوله عز وجل واضربوهن، فيقول له القرآن الكريم يقول واضربوهن. وعادل الميلودي عندما قال اللي ما كيضربش مرته ماشي راجل، انما يطبق القرآن الكريم. فهذا عبد الواحد الطراوطي ولا شنو اسمه، هذا كولومبو، هذا
يؤيد هذه الميلودي ويمده بالأدلة الشرعية. الله عز وجل يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. واضربوهن ليس هو ما يفعله عاد الميلودي، الزرق لعينه ويهرس لها الحديد ديالها ويهرس لها رجليها، لا علاقة بهذا بهذا. ومن أراد أن يعرف واضربوهن فعليه أن يرجع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.